مبروك مبروك النادي الزوراء، وارد لك جمهور الشرطه بس كل حكام الدوري ضد نادي الشرطه، عبالك نادي الشرطه اسرائيليين، ما ادري ايش عندهم ويا نادي الشرطه، يعني اكو حالات بالفرق الشعبيه ما يدقوها والله والله حرام. بس قول للحكم هو المال اسو ما اعرف شو اقول. السلام عليكم حبيبي، مبروك للزوراء، اداء الشرطه سالم المستوى، الشوط الثاني مستوى مو جيد، الشوط الاول كان احسن بس الزوراء توفقوا وان شاء الله القادم افضل. يعني فريق لعب ربع ساعه قول عليك اثنين، مو من سليمان سلم المباريات كلها، قال لهم تعالوا خذوا ثلاث نقاط وطلعوا، ويتحاسب هو اول ما يتحاسب المدرب، اول ما يتحاسب. يعني انت شلت المهاجم، لعبت قل خمسة واربع المواش، شنو تسوي غير لاعب يسوي فارق لو لا؟ هسه احنا كل كرة القدم اي لاعب يلعب بديل يسوي فارق، قل المواش تسوي، بس خليه يقول لي هسه يناظرني مؤمل كلهم الكادر هم يتحملون الخسارة، هم يتحمل، خلي يناظروني انا 40 سنة اقدم منهم كلهم ذولا، كلهم اقدم من عندهم، خل 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 اي واحد من كان يقعد وياي يقول لي سوي وعيد للعبه، قل له انت هاي اخطاك شنو سويته؟ سبب الخساره يتحمل المدرب مؤمن سليمان. زين اليوم الزوراء بسوى حالاته خلال ربع ساعه جولين وامتلئ مؤمن سليمان، وتبديلاته وقراءه للمباراه كلها غلط. الشرطه اليوم مو زين، بسوى حالاته اليوم ما قدم الشرطه. زين مؤمن سليمان يتحمل الخساره. زين الزوراء قدم مباراه جدا زينه، احنا ما استغنينا الفرص، يعني دريسه يعني دقيقه الحس 60 لعبه دريسه شغلت، يعني بطلبه كان سبع جولات يلعب مهاجم، انت تلعب مدافع شنو هاي مؤمن؟ اول شيء دريسه مو مال مدافع، ثاني شيء المواس تنزله صريح، ليش تطلع اسو بدايته؟ زين مواس لاعب يا اخي، ليش طلع يعني ليش التبديل؟ والله ما يصير. اولا رياضيا احنا بس اقف يا حبيبي، بس ثواني. اولا نبارك لاخواننا الزوراء، مبروك على اللعب وعلى الاداء، فريق كان من تي الشوط الاول ما استغليناه وفزناه، هاي وحده. اثنين التدخلات مال حسين عبد الواحد احمد صلاح هو سبب الفريق. احمد فرحان تعبان، هو مناف تعبان، هو احمد فرحان مبقينا بالفريق ما تقول شن هي، هاي طوبات، هاي رايحه للشرطه، فايز الشرطه ورايح، والله فايز الشرطه، يعني من البدايه ملعب لي احمد فرحان ضرب ليش على شغله التحكيم؟ هاي التحكيم هو دمر نادي الشرطه، اخر وحده جزاء ما دقها نادي الشرطه، يعني ما نخص بشغله الحكام، والله العظيم. سبب الخساره؟ الحكم. لو بدلين الحكم، غير حكم احنا فايزين ورايحين. بعيد علينا وعلي الحكم وشويه المدافعين. سبب خسارتنا اليوم تحوير اللاعبين، انت تلعب فيصل تك، انت عندك فهد اليوسف، عندك ناصر محمد بالوسط، ليش التحوير هذا؟ هدفين مدرب، هاي خسرتنا دوري، الزوراء اليوم فايز، الزوراء من تيم ما يستخفون، احنا طينا اللعبه، جريمه والله. عمي اداء هزيل من مؤمن سليمان، اكبر مدرب جبان بالعراق هو هذا، يعني الزوراء جاي من الف تعادل، يجي هنا يغلبك وانت عندك افضل لاعبين العراق، ما غيرت بالمون. احنا بالجو بالمباشر. الخساره يتحملها مؤمن سليمان، اداء هزيل، الدفاع ايش وقت؟ بطوله عربيه عندنا. ألف الحمد لله والشكر، هسه احنا جايين من العمارة تعبنا ما ضاع، والشرطة سحقناهم سحق 30 سنة ما عدنا حكام.
حكام ما عدنا ما اقول شيء. الف الف مبروك للزوراء. فخر بانهم احتفلوا على الشرطه، احتفلوا على الشرطه بعد مري. هاي الزوراء غلبنا الشرطه بعد مري، ما عندنا شيء. دوري شنو بعد؟ قادم افضل، قادم افضل. النوارس ذول النوارس ياهل ينافس. الشرطه فريق ينافس على الدوري. احنا نلعب شو نسوي؟ هاي طوب فوز وخساره، قيثار احنا دمنا اخضر ما نبدله. خلينا نحكي الف مبروك للامه الزورائيه. احنا فريق اليوم فايز على احسن نادي بالعراق، عد ماخذين دوري ودقي على راسك. وين ابو الدوري؟ ابو الدوري اللي انت ليك وينه؟ اكو واحد قال اكو واحد مشجع قال اغلبكم بالهول. انا اغلبك حتى ابليس والله على راسك حتى. هذا ابو الدوري الانجليزي قال الشرطه خلينا نلعب دوري الهندي، ودوري الهندي احسن له. ابو الدوري الانجليزي الله ياك عدو علي. مبروك للأمة الزورائية على هذا الفوز، ونقول للرسول أبو القيمار هذا الزوراء ما غلبت تلعب بدور إنجليزي. أنا غالب زي الصبر يوم لأن واحد مرتاح. شرطة أول شرطة أول ما أشوفه جيبك طلعة إسرائيل تفوز علي اثنين ولا أخلي الأمة الزورائية تفوز علي. شكلة أقول لها كلها بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك للزوراء، مبروك للإدارة فقط. احنا راجعين نريد الدوري الإنجليزي. ها رجعنا له، لا ها رجعنا له، لا ها رجعنا له، ها رجعنا له، ها رجعنا له. احكي بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك للأمة الزورائية ونبارك نبارك للكابتن ايوب. انا ادري على الدوري الانجليزي باسمي الكابتن سيد احمد ايوب. انطانا وعد البارحه بالتمرين، قال نفوز وقال 2-1. انا متقدمين علينا واحد، قلت الزوراء تفوز. الزوراء الزعيم، الزوراء تاريخ، الزوراء تاريخ. انا تريد لوعيب اللي تخرج المنتخب الوطني هي الزوراء. تحية قناتكم الكريمة، نشكر هذا الجمهور اللي هو الداعم الأول للفريق. والزوراء يمرض ولا يموت، وهذا الزوراء اليوم بين، وإن شاء الله الزوراء راجع. الكاس زورائي والدوري زورائي، وجه أقول لك إن شاء الله. وتحية قناتكم الكريمة. هذا قال نروح للدوري الإنجليزي. وينك وين دوري انجليزي؟ سوينا من رحيم سوينا بيك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ابو دوري انجليزي وينك؟ تعال تعال وينك الزوراء يمرض ولا يموت؟ هاي الزعيم هذا ابو دوري الانجليزي، وهذا اللي يطلع من نادي الشرطه يقول انا ايش بسجلي؟ خليه يطلع روحه هسه رحيناه. كابتن شغله واحده هي الزوراء يرجع ان شاء الله. واحب اقول لابو الدوري الانجليزي روحوا ناموا ترى خلص الدوري. اول شيء رجع زعيم الانديه العراقيه، ثاني شيء هذا اللي يغلبني بالهول وينه؟ بس طلع نقطه شوفه نقطه راس سطر. يعني هذا نادي كبره وعظمه مصدر الدوري العراقي، جمهوره ما بيكيه. تحكي عن جمهور الزوراء، احنا هاي الزامطنا قالوا نفوز عليكم. هو يريد بزماط، احنا زامطنا يريد بزماط، احنا زامطنا ولا مدور الانجليزي. كابتن الزوراء يمرض ولا يموت؟ الزوراء يمرض ولا يموت؟ وعلى بدور العراق ما مثل ما يدبرها، ويتي مثل العراق عم جرم. الزوراء ما تمثل العراق، جرم بحق كرة القدم. هاي الزوراء زعيم صحيح. اليوم السلام عليكم.
اليوم الثورة اليوم الثورة دار جولي. من انتقدنا كابتن؟ بس من رخصتك. من انتقدنا اللاعبين كابتن؟ من انتقدنا اللاعبين باللعبات السابقة؟ احنا مو ضدهم، بالعكس احنا نحبهم لاعبيننا. اليوم الثورة دار جولي، كانوا ابطال داخل الملعب. كابتن جمهور الشرطة يصرح يريد يلعب بالدوري الانجليزي. سلمني يا دور انجليزي كابتن. السلام عليكم. السلام عليكم حبايب قلبي، الف مبروك جمهور الزوراء. بس نقول كلام فلا حسن، فلا حسن بروح ابيك حرك جيبك شويه، تجيب لنا لاعبين سوبر. وبروح ابيك حرك جيبك، لا تخلي الفرق يعني يحجون علينا. احنا جمهور الزوراء اكبر قاعده جماهيريه بالعراق بعد ريال مدريد، وجمهور الريال جمهور الزوراء واحد. صحيح. ان شاء الله حتى لو ما ناخذ دوري، حتى كسرت خشم 18 مليار موازنه، وانا فلوس ما عندي، اني اهم شيء الشعار. فلا حسن صلح امورك وخلي الجمهور يمشي بطريقه احسن ما يطلع من الطريق. نادي الزوراء اداء بطولي. نشكر الجمهور، نشكر اللاعبين، اول نشكر الجمهور، نشكر اللاعبين، اداء بطولي، اداء بطولي يا لاعبين الزوراء. والكثير رزام مطو مباراه الشرطه، الكثير قالوا الزوراء ما عنده شيء، رد عليهم بالملعب، رد عليهم بالملعب. الف الف مرتاح هسه، مرتاح. الف الف مبروك للامه الزورائيه. هذا اللي يقول بدوري انجليزي هذا زعدوط زعدوط، يقول ده انجليزي انجليزي. تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي. سوف نعيد الامجاد للعراق. رفعوا تيفو هسه قبل شويه، ماكو شهر ريمونتادا. تحياتي للأمة الزورائية. كابتن أرض حبيبي، احنا الشعار الشعار ان شاء الله 15 بالشارجية، ان شاء الله افضل زوراء زوراء 15. الدوري الانجليزي. يلا سلام عليكم كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للامه الزورائيه، مبروك للاداره، هارد لك للشرطه. اول شيء احنا دوري عراقي هسه، ما جاي قدام اجنبي. من 92 دقيقه انت مفعول مشجع داخل الملعب، انتهت. فزت خساره، صفق للجمهور واطلع. عيب انا اطلع هسه بيدي لوحه يجرون جماهير الشرطه يشقونها، يعني هسه مو بيدبور وما اقدر اضرب، بس عيب زحمة. خلوا الدوري العراقي شوي يرتقي. جمهور الشرطة هاي، هذا البوري مالتنا مال مقصورة النصبعي، هاي واحدة. اثنين عيب، احنا نريد الدوري يرتقي، احنا نقول نريد نسوي محترفين، احنا نقول نريد ندخل إدارة أجنبية، احنا نقول نريد نسوي، نريد نقلل، نريد نسوي ملاعب زين. هي مو عيب هاي ثقافة ملاعب انه تجر دخلت شقها، مو زحمة. عيب أمن الملاعب وين؟ أنت حاط له شغبي يشمر على الجمهور هنا يضربه ويطلع شنو هاي شنو هاي هاي نور الصبح على مود يصعد عليه القائد الرابطه والاوتراس حسين الفرنجي عشاق النوارس. بس اريد احتل هذا المشجع الصغير الشرطه ويقول بيودينا للدوري الانجليزي، هذا الدوري الانجليزي، تعال بالدوري نافسنا، احنا نرد عليك بالملعب، دق على راسك. والله اليوم اداء صدق صالح الجماهير اللي نريده من عندهم لاعبين سوبر. احنا ايش رايدين؟ نريد اداء صحيح، نريد لاعبين سوبر، ما عندنا شو وياهم، اللي نريده لا اكثر ولا اقل. لو يغير اداره، لو يجيب لنا لاعبين سوبر بحيث يعني يليقون باسم النادي، ماكو شيء. والله العظيم طقت ارواحنا اليوم فعلا، يعني اداء بطولي واداء رجولي، يعني والله العظيم مللونا يعني اليوم صدق صدق. صالح والجماهير ونهني الامة الزورائية. الف مبروك اليوم للنوارس، اداء ممتع، وان شاء الله يظلون على هذا الاداء ويستمرون بالدوري. اذا هذا الاداء ناخذ دوري مشي. بس الجماعه الشرطاويه اللي يقولون اللي يقولون دوري انجليزي، بس انا لا اقول لك شغله واحده، اقول لك دوري انجليزي، وينك واحد يريد دوري انجليزي وهو مو عنده كاس العراق؟ دق على راسك. والف مبروك للاداره. ابوي يشجع الشرطه، صار له يومين خابص
راح تفوز راح تروح وترجع دافع فلوس ليش؟ لا ليش يا غلطتك اثنين وطلع ابوي ما خلينا اليوم السكر الضرب ينام ينام ما ينام اليوم لا تنام انا فرحان وهل فرحانين وبنت فرحانه ولا شيء زام وطم مقدس باطل الله يستر عليك لوني الحالي الله يستر عليك ويحفظك وطم مقدس باطل هذول زورا سقارة ليش زام وطول محمد قاسم شفت اليوم لوني الحالي استوى باي باي واحد عراقي واحد عراقي فوز للزورا هذا قسم ابو علي اللامي باكر تريقني قمر وتغديني كباب باكر خيار وطماطه وبتيته وبيتنجان واسود ونوم حامض كله مجانا من منطقه الشرطه الرابعه كله مجانا من اجل فوز الزوراء على الشرطه واللي يقول فريق خلي يفوز على يهودي ولا الزوراء احنا الزوراء ومننا تخربون المنافسه ها وانا قلت الفوز على الشرطه ندخل بالمنافسه وناخذ الدوري انا الزعيم ان شاء الله رغم المشاكل الاداريه واتمنى على اداره بس اكون يا ولد اتمنى على اداره الزوراء تكريم اللاعبين الزوراء سفاس ارتحيتوا ها ليش طلعت المظاهرات الاداره تبقى والزوراء يبقى وان شاء الله ناخذ الدوري بس عيب عليكم الزوراء تخسر تعبونه والاداره ايش بيها الاداره فازوا على زاخو فازوا على صناعه فازوا على شرطه الاداره تبقى والزوراء ان شاء الله ياخذ الدوري كابتن بس احكي كلمتين تليفوني مباق نعالي تكرمون مباق ماكو ايش حتقول حسين من يجي نفرح لتونس انا راح اتصل عليه بس اذا باق تليفون خليه يجاوب على التليفون من جديد والله كابتن يا بس كلمه واحده كابتن خليه يروح للدوري الانجليزي باي 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 للدوري الانجليزي كابتن على كلمتي قبل المباراه اجت سووا وياي لقاء شفت اسلس حب قالوا ليش؟ قلت لهم انا واثق من الزوراء قلت لهم انا واثق من الزوراء راح نطب للملعب نسلس الفريق اللي قدامنا ونطلع الزوراء يمرض ولا يموت راجعين وبقوه والدوري للزوراء من هاي المباراه الدوري للزوراء الزوراء يفوز باسمه ويفوز بهذا الجمهور المرعب بهذا الجمهور نمبر 1 وصل بس من رخصك ند كل شرطه ولا جويه الزوراء واحد عراق واحد عراق الزوراء كربلاء اليوم غلبت الطلبه واحنا من اهل طويريد الزوراء غلب انا فرحان واهلي فرحانين وبنتهم فرحانه بس كلمه للشرطه كلمه اخيره للشرطه تن ترارارا تن تن انت الدوري الانجليزي وينه خابصني الله فرحنا وان شاء الله دوري زورائي كل شو وارد الدوري من العماره من العماره حياتي وعمري زوراء روح ومعبود الزوراء وشوفوا باقي زوراء كله زوراء كل لعبه انت تحضر هنا؟ انا احضرت يوم بوجه صديق حيدوري بس انا حياتي زوراء دمي زوراي اهلي زوراي والحسين الشهيد وهذا العلم واحمد الله وشكرا وهاي بوسه لك هبه شكرا يا ابن فرحان شوفوا فرحان بيتي هذا حياتي من العمر اتمنى الاو بنصهم وحق الحسين كابتن اول شيء هذا الرياضي كم مره خسرنا ضد الشرطه خسرنا 3 مرات 4 مرات 5 لعبات هسه هم من طلعوا انتم ما صورتوا الحاله صارت هنا عيب لا رياضيين لا عندهم اخلاق لا عندهم نظام يعني عيب يشقون بنر مال المجموعه يديرون على واحد يشقونه يعني هاي الروح الرياضيه هم ذولا جمهور يعني احنا ما يخالف كابتن انا وفرحي مو خرب علي عيب ثلاث لعبات خساره ثاني ثلاث لعبات قلت الف مبروك مال يطلع ويشق جمهور مال بنر ومال مجموعه ويخرب علي عيب هاي توصلونها على مود يسمعون احنا روحنا رياضيه من طلعنا قلنا هارد لك بس هيك ما يصير بعلم ذوليك هم ملتمين وحدايدهم عيب هاي السالفه عيب
مو رياضيين، كل ما يخسرون وين ما يروحون يتحركون، يعني بالشعب بالشعب تتحركون هنا يقول بنر مال مجموعه. الله يرضى محمد، ليش هسه شقيتوا بنر مال مجموعه؟ هاي تطلعها، اريدها منك تطلعها ويسمعونا ذولا المو اخلاقيين. عيب عيب هاي السالفه. شيان الشرطاوي اريد لك فريقي هي طب فوز وخساره. مبروك لنا فوز وخساره. بتخلي نحكي قول مبروك لنا كابتن، فايز عليك اثنين مرات بس على كيفك. طارد لك كيف قول مبروك لنا هسه بس خلينا نحكي قول مبروك لنا احنا احسن 100 ها بس خلينا نحكي هسه خلينا نحكي مبروك للجماهير الزوراء. اهد لك الفريق ما قدمته اداء يعجب الجماهير وان شاء الله القادم افضل وبعد دور طويل بحاله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الف الف مبروك جمهور الزوراء، هارد لك الجمهور الشرطه على هذا الاداء قدمه اللاعبين، واحنا نشكر لاعبين الزوراء على هذا الاداء. شوط اول صحيح كان سيء بس شوط الثاني الحمد لله تحسن، بس احنا نبقى ونقول للاداره اتنحوا من مكانكم. احنا جمهور توحد قرارنا، اتنحوا من مناصبكم واتنحوا من مكانكم، احنا نريد نشوف لعب مثل هذا اللعب. الف مبروك للاعبين. على عباس مبروك لك، عوده لمستواك ان شاء الله والله يوفقك. هذا الوصل جدك هذا عدم هذا الجيش علاقة قاني. مبروك للامه الزورائيه، مبروك للجميع الزوراء حب قلبي، وان شاء الله يبقى الزوراء وناخذ انت خدت جائزه على مود الزوراء. اي والله هلا والله. وين الدوم؟ بقوات خاصه يا منطقه بالكركوك. أيوة. كركوك على مود الزوراء. اي والله الزوراء بدمي وانا بدمي الزوراء. والله ما عليه، وادري انا يفوز الزوراء على الشرطه. الزوراء قوي حتى لو يخسر خسارتين يعوض. ناشد القائد قوات الخاصه يقول لك كل لعبه ما الزوراء تعطي اجازه. عمر رساله القائد القوات المسلحه، كل لعبه ما الزوراء تعطي اجازه. كل لعبه للزوراء. اي والله اخذت اجازه، هاي اجازه ها على مود اشوف لعبه الزوراء والشرطه وافوز وفزنا وجد وفزنا وناخذ الدوري. ماكو اجازه منك، هذا منك الاجازه. والله ان شاء الله بس انا هناك عارك وهنا نعارك ونفوز. خليني انا ما اخاف، ما اريد اجازه والله مشجع، والله ما اريد اجازه. انا شنو انا امشي الزوراء تاخذ الدوري. الزوراء بدمي انا مو هسه اشجع الزوراء. مع صدام حسين اشجع الزوراء. الله شاهد والزوراء صاعد على نادك الحاقد. الف 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 ومبروك الفوز الزوراء اليوم، وهارد لك للجمهور الشرطه ولاعبي الشرطه بالكامل. احنا جايين اول شيء محافظات، وانا متعلم من الشمال. من الشمال اليوم جاي للعبه هاي، من الشمال والله جاي اشوف اللعبه، جاي اريد استمتع بهذا اللعب. واليوم شفت لعبه كلاسيكو حلو، شفت يعني وتشجيع جمهور حلو ومن الطرفين، والف مبروك للجمهور الطرفين على هذا الاداء والفريق. الف مبروك يعني والله اليوم شفنا لعب حلو. شوف الزوراء عندك ايوب قضى الموسم كله يلعب دفاع، اول لعبه ايش يلعبها هجوم، اول لعبه يضحي ويصعد هجوم. ايوب راضى انا باي اللعبه، اريد اللعبات باقي كلها نفسه. واللي يحكي على الاداره هذا خلي يروح. اللي يحكي على الاداره فلاح حسن اذا طلع 12 من حصل مركز 12 من حصل والله. ايوب اذا طلع كل شيء ما نحصل، ما عنده ماكو رئيس عنده شخصين نفس ايوب. ماكو اقرا النوارس. لا دام مو زين سؤال الحكام جيبوا من سوق الغزل كل شيء ماكو. هلا الحبيب والجماهير مين تجيبهم؟ اهدي هذا الفوز لاخويا، اهدي هذا الفوز مالت الزوراء، اهدي لاخويا، اخويا بالبيت ينتظرني، اهدي الى هذا الفوز مال الزوراء. الف مبروك للنوارس، مبروك جد جمهور اليوم الوفي. كانت داد يورد قله ما عبنا. حبيبي كابتن مبروك الجمهور الزوراء، ونشكر لاعبين الزوراء اللي اليوم ثبتوا هذا مستوى الزوراء اللي احنا نطالب به.
موقف الجمهور دائما متوحد وتوحد بالفترة الأخيرة أكثر. اللي أنتم تعرفون الإدارة كانت أكيد مبروك الجمهور الزوراء الوفي اللي دائما ما تلقاه يوقف ويا الفريق بالشدة. هواي من الجماهير شافت جمهور الزوراء كانت في الفترة الأخيرة عندنا غضب على الإدارة، لأن إحنا دائما ما نقبل إنه الزوراء ينتكس. عندما ينتكس الزوراء، عندما ينتكس الزوراء لا محال ستجد جماهير الزوراء واقفة هي الدرع الحصين للنادي. الحمد لله وشكر قدر الله. هاي باردين انتوا بس؟ لا اكيد. ومبروك يا الزوراء، مبروك 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 يا الزوراء، مبروك 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 يا الزوراء، مبروك مبروك. الف مبروك الجماهير الزوراء. يا ابي وين هذا اللي يسولف بالدوري الانجليزي؟ وينه؟ اثنين ألف 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 مبروك الجمهور الزعيم، الشعار الزعيم. بس عتبنا على جمهور الشرطة، أنت خسران أوكي، ماك فريق ما يخسر، بس ما تجي تشمر شعالات تشمر مي ليش؟ الثقف الثقف، بابا الدوري يريد يتطور، الثقف. ليش وقت تبقون هيك؟ مبارك لأمة الزورية بهذا الفوز، وإن شاء الله إن شاء الله الفريق من هذه المباراة إلى نقطة تحول إن شاء الله. ألف ألف مبروك الجماهير الأمة الزورية. الزوراء يمرض ولا يموت، يبقى زعيم الكرة العراقية. هذا الزوراء اليوم، هذا الزوراء الحقيقي اليوم، يمرض ولا يموت. الزوراء نمبر وان. وأريد أوجه رسالة ليقول الزوراء غلبة بالهول، عيب هاي السوالف. الزوراء التاريخ والقاء إنه يقطعون الفلوس على الشرطة، خلصوا فلوسنا، لا موازنة من وراهم لا شيء. ماخو ماخو ايش خلصوا فلوس الدولة لواعيب. بس اسمعنا، احنا باوع، احنا الإدارة ما راح نعوفه. اليوم الجمهور هو اللي جاب الفوز، ورغم كل شيء احنا داعمين، ما عندنا شيء ويا المدرب ولا عندنا شيء ويا اللواعب، ذولا واحد ما لنا شغل بهم، ما نتدخل بهم، بس خلي الاداره تفتهم. فلا حسن تطلع بدايه الموسم تقول الزوراء مو اللي ياخذ دوري، هذا مو رئيس نادي، كافي خليه يطلع. وانا قال اغلبوا الزوراء بالهول، طبينا لهم للهول. الدوري الانجليزي الشرطه ذبح، نذبحهم ذبح. مبروك الفريق الزوراء، هارد لك الفريق الشرطه، قدم اداء زين. بس احنا الزعيم نظل لو نلعب درا مركز 20 نجي نلعب ضدهم نغلبهم. غطوهم خطيه، خلينا مناخ طلعت راس السنه محصورين ماش بيهم. وانا ايش نضاج يا لعبه هاي حوال كره. والف مبروك للزوراء، وغطوا يابا غطوا. مبروك جمهور مدرسة نادي الزوراء. ألف ألف مبروك الزوراء، هذا الجمهور. القدم ألف مبروك للزوراء، هاردك القيثارة. أدي رسالة سعد عبد الأمير. دقيقة 75 صارت حالة وحامل الكرات يلعب لطابة يرجعها. سعد ترى مستواك مو زين، تضحك فديومين ثلاثة تبكي، تريد منتخب وتريد الدوري يتطور. سيد جلال نفس الحالة. يعني ذا الوقت الفعلي يمكن مباراة ما يطلع 70 دقيقة. ها؟ ليش ما نباع اللعبة؟ شوطة من خدمة واحد. اي انا اسان ايش حاجتي؟ قلت الف مبروك وهاي. الله يبارك فيك، بس ليش تضيعوا؟ انت ارجع الملخص وشوف. تعال بالله شوف. والله الشوط الاول قدمة واحد نام ربع ساعة قال. ارجع ارجع شوف الحالات، ارجع الملخص. وشوف لاعبين الزوراء كم مره طاحوا في التليفون ودبوها. يا اخي ارجع وشوف. الف مبروك لكم حبيبي. معوضين حبيبي، الله يبارك. معوضين زوراء زوراء قدم المدرسه، زوراء 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 قدم المدرسه، زوراء 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 قدم المدرسه، زوراء 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 قدم المدرسه. خلونا I'm
واضح النتائج واضحة، كتلة يعني معتمدة لدى الهيئة الإدارية المرشحين أسماء معينة ينتخبوهم، يعني حتى إذا أكو ناس ينتخبونه راح يجيهم توجيه أنه ليش ينتخبوهم. شو السبب؟ هم كتلة يعني هم ناس متهيئين للانتخابات من زمن يعني بعيد، يعني لأنه لسقوا الهيئة العامة على وخططوا لها برادتهم وجابوا ناس من الهيئة العامة أصلاً يمكن 200 واحد ما أعرف والله ما نعرفهم أكيد، يعني مو بس أنا هواي ناس من المرشحين ما يعرفون أكو أعضاء هيئة عامة يعني أصلاً مواصل للنادي ولا يندل باب النادي. هاي هسه انضموا له؟ إي ضامين بهاي الفترة الأخيرة صار شهر أو أكثر أو أقل. ليش ما دخلت بكتلة؟ ما أدخل بكتلة. هذه المرة الثانية أنت يعني ما تفوز بالانتخابات. إيه. بيها توجيه، يعني الأولى كان بيها توجيه أيضاً، وهاي هم بيها توجيه، وإحنا نبقى خادمين وداعمين هذا النادي. الانتخابات سليمة لو بيها خروقات؟ ما نقول بيها خروقات، بعد الانتخابات راح تبين هواي أمور إن شاء الله. طبعاً بالنتائج الانتخابات؟ مو أنا طبعاً، أكو ناس هواي قانونيين، أكو ناس تعرفوا النتائج إذا كانت سليمة ولا غير سليمة. ممكن يعني تبين هواي امور بعد الانتخابات بعد فرز الاصوات. لا ان شاء الله ماكو خساره، واحنا اول يعني شيء عادي تدخل الانتخابات اكو فائزين واكو خاسرين. الموفقيه ان شاء الله للفائزين، واحنا جربنا حظنا اشتغلنا مع النادي في ازمات ومعارك وحروب. الموضوع كان يم الهيئه العامه، هم انه ارتئوا انه الاشخاص اللي يردوهم، وكل التوفيق للفائز. لا هي مو خساره غير متوقعه، انا هي متوقعه، تدري ليش؟ لان انا ما توافقت ويا اطراف اخرى. ظليت أنا مصر على مجموعة أدخل بها لأن أنا عندي مشروع، وهذا المشروع هو خدمة للنادي للمستقبل، بناء ملعب مثلاً، الاستثمار في شارع فلسطين، الفئات العمرية، تهذيب أو مثلاً تنقية الهيئة العامة من هواي شغلات. الآخر اللي ما اتفقت وياه شنو أفكاره؟ أنا ما أعرف والله، أنا هذا أنا أحكي لك على نفسي، فأنا الحمد لله والشكر إحنا دخلنا في مجموعة متماسكة. وقدموا اتصالات معانا قبل الانتخابات، بس انا ظليت مصر على لان انا اعرف شو جاي اسوي النادي القوى الجويه، انا عندي مشروع مو بليله وضحاها. كنت مع كتله في ايضا كامل، ليش اختلف؟ ماكو اختلاف، لا ماكو اختلاف، كل ما هنالك انا ردت مجموعه معاي توفر اموري، يعني مثلا من ادخل بالاجتماع كون من نصير تصويت على مسألة تفيد النادي وتفيد الهيئة العامة، أنا كنت أتمنى. لا 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 لا، أنا قلت لك أبقى مساند ومعاون، ويعني أقف مع كل عضو بالإدارة. العمل الإداري المستمر؟ أحس هذا بحثا آخر، لأن هاي الفترة إحنا تعبنا صراحة، تعب الهيئة العامة وتثقيف ومسألة الانتخابات. فهذا بحث آخر، والله بالقرآن يعني تسألني والقرآن جدا مرتاح، هسه أنا جدا مرتاح، ليش؟ لأن يمكن نادي القوى الجوية مسألة وطويتها يعني، صفحة وطويتها يعني، طويتها بالنسبة للانتخابات يعني. بعد أبد 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 بعد، ليش؟ لأن هاي آخر تجربة وشفت هواية أمور متغيرة، فأحمد الله وأشكره على كل شيء. مبروك على كل الإخوان اللي فازوا، بعد 2 أو 3 يفوزون إن شاء الله، الله يوفقهم إن شاء الله، وأنا ساند ومعاون ومثل ما يقول مشجع إلى كل. أحس هذا بحث آخر إن شاء الله. هي تجربة أولية، لكن عتبي الشديد على الهيئة العامة الخلص من أبناء النادي، لأنه هذا لا ما يقوده إلا أولاد النادي وأبناء النادي اللي هم ضحوا لأجل هذا النادي، لكن إحنا نسأل من الله يوفق أصدقائنا وأخواتنا بالهيئة الإدارية الجديدة، لكن نريد منهم شغل عمل. إحنا هسه هيئة عامة صرنا، إحنا راح نراقب، نريد ملعب، نريد بنية تحتية، نريد رواتب للعاملين، لذلك إذا هذا سووه إحنا والله العظيم أول الناس اللي داعمين لهم.
والله مو هي، شوف هي لعبة الانتخابات لعبة الناس يجدوها، أنا قديم بس ما أجد اللعبة الانتخابية. انتخابات السابقة نفس الشيء صارت، وأنا بناء الهيئة العامة مو طبيعي، بها عامة صار تضخم كبير بها، قسم من أعضاء الهيئة المؤقتة اللي اشتركوا بالمؤقتة واللي عدوا انتخابات هم اللي فازوا، يعني مشتغلين الهيئة العامة بطريقة محبكة والدليل هم اللي فازوا، ولا واحد فاز من خارج المؤقتة أو اللي يعمل مع المؤقتة اللي عدد. لكن رغم هذا هذا مو عذر، ما توقف أن نشتكي بالعملية الانتخابية. مبروك على اللي فازوا، وهارد لك للخسرة، ونتمنى لهم التوفيق ابدا، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى انه مثل ما يقولون يقدرون يصلحون الوضع النادي، لان الله يعينهم، لان وضع النادي الوضع صعب يحتاج لتضافر الجهود. خسارتك كانت متوقعه؟ طيب والله متوقع، لان انا يرضوا علي وقالوا اشترك، لان تركيبه الهيئه العامه يعني كلكم اعترضتوا الاعلام، اكو ناس شفناهم يعني غريب عجيب شلون صاروا بهيئه عامه، منين اجوا ما اعرف، هي توصيف وظيفي ما عندهم. هاي التوصيف الوضع خروقات تعتبر بها خروقات؟ خروقات طبعا كثيره، بس انا هذا مو لطيف ان اللي مفازق ومصح خروقات وما خروقات، هو ارتضى يشترك بعمليه انتخابيه خلاص بعد. وين الوجهه المقبله له؟ والله خلاص انا مثل ما ذيك ما اشترك الطبيعي، ابقى محب للنادي وابقى داعم للنادي وبالقلب النادي وقوه الجهد. تتوقع راح تنجح هذه الاداره؟ والله هي مو قضيه تتوقع، هم يقرون خلينا نشوف يعني، بعد ما كاملين بعد الواحد، واذا خمسه خمسه هم صعبه جدا يعني. اذا انا اتوقع الفوز نعمر خمسه وسته، وهي هم صعبه اي، لان شتتت الاصوات الجديده للكابتن حمادي فوز بانتخابات القوجويه مره ثانيه، شنو اللي تطمح كحمادي احمد غير كلاعب حققه مع القوجويه كاداره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه نقول مبروك للاخوه الفائزين، وهذا طبعا شرف لكل شخص ان يعمل في اداره نادي القوجويه، وهارد لك للاخوه اللي ما حالفهم الحظ ما فازوا. طبعا احنا كنا نتمنى انه يفوز اكثر عدد ممكن، واكو اسماء كثيره كنا نتمنى ان تكون متواجده في الهيئه الاداريه. اكيد انه احنا علينا مهمه صعبه جدا، فيجب علينا ان نقدم كل شيء لهذا النادي ونخدم النادي بافضل صوره، ويجب علينا ايضا ان نحافظ على فريقنا اللي هو الخط الاول متصدر الدوري، يجب ان نوفر كل المستلزمات للخط الاول حتى نتوج بهذا اللقب، وان شاء الله هناك امور كثيره ان شاء الله في المستقبل القريب نتكلم فيها. كلاعب لو خلصت نفس المشكله اللي واجهتك سابقا؟ والله هاي بصراحة انه ماكو مشكلة ان شاء الله، احنا مخططين لهذا الشيء، راح نشوف الموضوع. انا يعني اغلب اللي التقيت بهم حتى الان اللجنة الاولمبية اللي موجودين قالوا انه ماكو هيك قانون، لكن نشوف اذا مانع القانون اكيد فراح نختار ان شاء الله نبقى بالادارة. القوة الجوية مر بضرب صعب، نفس الهيئة الادارية اللي السابقة هي رجعت نفسها ما تغير فشيء، شنو اللي توعدونه كجديد؟ لا هي استاذ احمد بالنسبة للانتخابات انت تحدثت عنها صعبة، صعبة بأي شيء، لم تكن هناك اتفاقات وانما كانت هناك رأي للهيئة العامة، مثل ما لاحظت المنافسة يعني قريبة جدا بين المتنافسين وفرق ضئيل ما بين المتنافسين، واليوم انت طلعوا ستة اعضاء، يعني كان من الاولى ان تكون سبعة او ثمانية بالهيئة الادارية، مو نفسها وانما انضاف لها الكابتن حمادي، وكذلك اضافات جديده للعمل وليس للاشخاص، لانه الاخطاء التي وقعت بها الهيئات الاداريه السابقه من مشاكل وغيرها، بالتالي لابد ان نمسح الماضي وننطلق انطلاقه جديده لخدمه العريق ان شاء الله. حبيبي الغالي كوتال مرصدك، الله ممنون منك. فوز مهم بالانتخابات، بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعرف يعني عدد أعضائه العام يعني أصبح 561 و20 مرشح، فهنا نصير يعني العملية جدا صعبة، والحمد لله ثقة الجماهير وثقة الهيئة العامة بينا، فتم انتخاب الهيئة الإدارية، وإن شاء الله راح نعمل بكل جهد بالتنسيق مع وزارة الدفاع وقيادة القوة الجوية، إن شاء الله يعني نتمكن أن نعبر هذه المرحلة وخاصة في بناء الملعب. هاي إدارية جديدة، ما الذي تعملون به جمهور؟ والله إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية، أعتقد الموضوع الهيئات المؤقتة لمدة 10 أشهر تركت كثير من المشاكل، راح نحاول نحلها بأسرع وقت ما يخص هيئتنا الإدارية. كل انتخابات مفصلية للقوة الجوية، بعيدا عن نتائج الانتخابات، شنو اللي يهم رزاق فرحان؟ يهمنا طبعا احنا النادي يستقر، وهذا فريقنا والنادي اللي سوانا واللي تعب علينا، فاكيد احنا دائما نفرح من نشوفه بمنصات التتويج، وايضا من نشوف الاستقرار هذا
يكون حافز لنا. احنا دائما نريد الجويه بمكان افضل بمكان ممتاز، لانه فريق قوي جويه مو فريق يعني سهل او فريق مثلا جديد، بالعكس احنا دائما القوه الجويه نريد يكون من في اعلى المراتب، يعني نريد بنيه تحتيه، نريد ملاعب، نريد هاي. احنا نتمنى من الهيئه الاداريه الجديده انه يركزون على بناء ملعب يليق باسم القوه الجويه حاله حال بقيه الانديه، وايضا يجب انه يكون اكو اداره او بنايه للاداره على الاقل من تدخل النادي تفتخر انه تكون انت ابن النادي القوه الجويه. حياك الله ست شهد. الكل يتساءل شنو سر ترشيحك للانتخابات؟ سر ترشيحي اولا انه هو هذا اظن من حقي انه اني ارشح لانتخابات الهيئه الاداريه لنادي القوه الجويه. اما اذا تسال على موضوع انسحابي فهذا بكل صراحة بعيداً عن كل شيء وبعيداً عن الاتهامات اللي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي الآن بأنه شهد ما عندها شهادة، هذا غير حقيقي. يعني حصل على شهادة البكالوريوس ومن جامعة بغداد ومن فئة الأبطال بالتأكيد بالتربية الرياضية، لكن موضوع انسحابي هو بقرار شخصي تام وعن قبول ورضا وفيما يصب بمصلحة النادي حقيقة. شفت الأجواء ما تناسب الدخول للانتخابات؟ لا لا ابدا، الاجواء مناسبه بكل يعني انتخابات تكون هناك ضوضاء وبعض المشاكل، ويمكن هاي اول مره تكون بانتخابات بهذا الكميه من المرشحين وهذا العدد، يعني 20 مرشح، هذا عدد يمكن ما سبق الترشيح لنادي القوة الجوية. انسحابك لانه انت مثلا ما صار سنه على دخولك في الهيئه العامه؟ هو صحيح، لكن فصلي من الهيئه العامه غير قانوني، ممكن اقول لانه انا ما عندي درايه به. يعني تفاجأت انه انا مفصوله من الهيئه العامه ورجعت من 5 أشهر، ما مضى على وجودي سنه، لكن راح اكون موجوده بالايام القادمه وبالمرحله القادمه. وصلت بالهيئه العامه؟ لا اعلم ابدا. عدم تواجد المراه خصوصا اليوم كل الهيئات الاداريه بها كوتا مراه، شلون تشوفون القوه اداره القوه الجويه الجديده ما بها تمثيل نسبي؟ الكوتا بعد ماكو خلاص قانون الأندية، التمثيل النسوي، التمثيل النسوي هذا مهم مو فقط بنادي القوة الجوية، يعني اللي عارفه بكل الأندية هو من الضروري وجود العنصر النسوي بكل نادي ومن ضمن الهيئات الإدارية اللي موجودة. لو سألنا بعيدا عن الانتخابات الجوية، اليوم الرياضة النسوية ربما يعني شبه مهمشة منتهية في العراق، شنو تقييمك كمراقبة وكرياضة؟ هي باع انه احنا نقول مهمشه في الوقت الحالي، يمكن هذا فيما مضى اقدر اقول لك مهمشه. الان احنا في صدد وجود دوري، لا اوكي دوري غير يعني غير متين، غير ما نمتلك القاعده الاستراتيجيه الحقيقيه والمتينه لوجود العناصر النسويه، لكن يعني موجود الكره النسويه، موجود الاحتراف للنساء، هذه خطوه مهمه وموفقه. لكن هم اني اقول الاعلام وايضا الاتحاد العراقي المفروض انه احنا دائما نشتغل على هذا الاساس باحنا نروج لاعباتنا ونسوق. يعني موضوع الاحتراف يمكن كثير من الناس ما عرفوا ببناتنا، والانظار اتجهت للاعبه واحده نخبن حق بعض اللاعبات، لكن هي خطوه موفقه. وبالتاكيد ارجع واقول لك موضوع انتخابي، انسحابي هذا ما يعني انه اني وقفت، هذا يعني انه اني مقبله على محطات جديده وقويه. شنو ابرز هذه المحطات؟ خليها سربرايز، خليها مفاجاه.